كنتو مخطوبين راه كل واحد غيشج بوحدو ويدير في الحاله العائليه عازب، لانه مازال ما درتوش عقد الزواج. تفهمنا؟ اخوان حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله. واحد جوج ديال الاسئله كيطرحوهم بعض الاخوان وخاصه المتزوجين والمتزوجات، بخصوص كيقول لك مثلا كاين واحد الكوبل كيقول لك انا كتوفر فيا الشروط وحتى الزوجه ديالي كتوفر فيا الشروط، واش ممكن تسجلوا جوج بينا؟ يعني نسجل انا الزوج ونزيد معايا الزوجه، وعاوتاني تسجل الزوجه وتزيدني انا معاها في التسجيل. فجاوبا على هذا السؤال بطبيعه الحال نعم ممكن، وبالعكس كنشجعوا هاد لي كوبل مثلا اللي كتوفر فيهم الشروط يسجلوا بجوجهم، يعني يسجل الاول ويزيد معاه الطرف الثاني، ويسجل عاوتاني الطرف الثاني ويزيد معاه الاول. فهنا كتكون عندهم حظوظ اكثر من انه يسجل مثلا غير واحد. فربما ان شاء الله يكون الحظ يحالفهم وينجح واحد فيهم، او لا لما لا ينجحوا بجوج بهم، او لا الا ما كسب شيء راه ما ينجح حتى شي واحد فيهم. تفهمنا؟ هذا من جهه. من جهه ثانيه بعض الاخوان، وهذه اللي غادي نشرحها شي شويه ونوضحها، كاين بعض الحالات مثلا ديال جوج كيكونوا مخطوبين وكيقول لك واش ممكن تسجلوا ديروا متزوجين وهما غير مخطوبين، يعني ما كاينش عقد زواج. ففي هذه الحاله هذه رجاء ما تحاولوش تطيحوا في هذا الخطا هذا. كنتو مخطوبين راه كل واحد غيسجل بوحدو ويدير في الحاله العائليه عازب، لانه مازال ما درتوش عقد الزواج. تفهمنا؟ حتى تسجلوا انكم عزاب، ومن بعد عاد تزوجتوا، وان شاء الله الا كتبوا كنتم المحظوظين راه ما يكونش عندكم مشكل بتاتا من المقابله. يعني راكم تسجلتوا كما كيقولوا مازال ما بانتش النتيجه ديال القرعه، ففي هذه الحاله ما كيكونش عندكم مشكل نهائيا. عكس الا سجلتوا انتم متزوجين ولكن في الاصل ما كاينش عقد الزواج، انتم غير مخطوبين، فراه غيكون عندكم مشكل يوم المقابله لانكم كذبتوا في الحاله العائليه وبالتالي غتاخذوا الرفض. بالنسبه للحاله الاخرى ديال ان الناس اللي تزوجوا بعد ما بانت النتيجه ديال القرعه الامريكيه، فهذه الحاله ديما راني هضرت عليها مرارا وتكرارا في فيديوهات، يكفي يكون عندكم دليل قاطع على انه زواج حقيقي ماشي زواج مصلحه. اذا عاقوا بكم ولا شموا غير ريح ديال انكم ما تعرفيش بعضياتكم، ولا ما معلومات بيناتكم ما كاينش واحد كما كنسميوها بالفرنسي كرواز مون دي دوني بيناتكم، راه غادي يعطيكم الرفض. هادو بالنسبه للناس اللي غادي يتزوجوا من بعد ما بانت النتيجه ديال القرعه. راه كاين اختلاف ما بين تزوجتي قبل ما بانت النتيجه ومن بعد ما بانت النتيجه. اذا الا كنتي تزوجتي قبل ما بانت النتيجه راه ما عندكش مشكل يوم المقابله، لكن الا تزوجتي بعد ما بانت النتيجه دير في بالك انه خصك تقدم لضابط الهجره واحد دليل قاطع على ان داك الزواج ديالكم راه زواج حقيقي وماشي زواج مصلحه. تفهمنا دابا الاخوان؟ يلاه بالتوفيق ان شاء الله. هادو جوج اسئله جاونا في الخاص كيطرحهم بزاف ديال الاخوان، حنا حاولنا نجاوب عليهم لكل الاخوان والاخوات. كمال يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله.